بعيدا عن السياسة ومفاوضات جنيف، هنا خلف أسوار الحصار والدمار وبالقرب من العاصمة دمشق في الغوطة الشرقية، حيث تفوح رائحة الموت ويملأ الركام المكان، تنبت من بين الأنقاض إرادة لم تعرف اليأس أبدا. فأهالي هذه المنطقة قد كسروا قيود الخوف وصنعوا من معدنها أدوات للبحث عن الأمل، وها هم يحيكون مستقبلهم الحر الجديد بسواعد صلبة وبرأس إبرة حاد، متحدين نظاماً راهن على سحق عزيمتهم التي تتطلع نحو سوريا الديمقراطية الجديدة. بالنسبة للصناعة بالغوطة الشرقية، رغم قلة الكهرباء والموارد، معلومك الشعب السوري والشعب الغوطة حي من فضل رب العالمين، وعم نستعين على عملنا بالغوطة الشرقية عوضاً عن الماكينات الكبيرة الضخمة، نشطناها وسويناها يدوية بمعظمها، والحمد لله أمورنا ماشية وعلى 24 إن شاء الله بكرة بتشوفوا شو عم نشتغل. الحاجة أم الاختراع، وخلف كل إصرار على الحياة حصار، ووراء كل حريق ودمار نظام وحلفاء أرادوا جعل سوريا مستعمرة روسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وعملوا على تغيير ديموغرافيتها لإيرانية بحجة حمايتها للمراقد الدينية هناك. لكن لا يزال أصحاب هذه البلاد متمسكين بترابها ومائها ومستغلين خيراتها ومواردها البسيطة في ظل ظروف الحرب الراهنة من أجل وطن خال من الطغاة والمحتلين والبغاة المتطرفين. بفضل الله عز وجل وبذكاء هذا الشعب المناضل العظيم، تم ابتكار بعض الأفكار القديمة الحديثة لتشغيل هذه المكانات والاستمرار في هذه الحياة. هي ثورة مستمرة هتفت للحرية بأغصان الزيتون وسقى أرضها دماء نصف مليون شهيد، وهي ثورة شعب باقية حتى وإن لم يبقى لخياطة جروح أبنائه سوى خيوط العنكبوت.